خويا نور الدين، نعم خويا، غندوزو للشق الثاني ديال مرحبا البرنامج ديالنا الشيق مرحبا والحلقه الزوينه ديال نور الدين. مرحبا. اذا خويا نور الدين، كما هضرنا على القصه اللي دازت قبيله، كيفاش نور الدين وصل بدا وداكشي كله اللي هضرنا عليه، خليناها انك حفظتي واحد الطويه اللي قلتي جبتي نص قزيبه وحفظتيه وقلتي بان خاصو يكونوا نص قزيبه. هاد نص قزيبه ربما هي كلمه عاميه ولكن بغيتك تعطيها ليا باش كاينين الناس اللي خصهم يفهموا، يعني سيرتو الجيل الجديد او الناس اللي الى عندك الناس المتتبعين ديالك في الجزائر وفي تونس وشي حاجه، خصنا نعرفوا هاد السقزيبه شنو هي. نعم. السقزيبه كيكون هو يلاه طاح من العش. نعم. ولا باقي لاصق في العش ما غيطير. هو هذاك النسق. هذاك هو النسق الزيبه. هذاك هو النسق الزيبه. هذاك الطير كيكون راضع الحليب ديال امه. يعني صحيا مزيان. صحيا الصحه ديالو غيجي تعطيه شويه بيريلا وتعطيه هذا وغيصحاح. ماشي بحال هادو؟ لا هادو كبار شويه. كبار شويه. كبار شويه هادو كبار شويه، هو عنده غير النص الزيبه ديالو ما كاملاش، باقا النص ديالها. داكوغ. يعني هادو غالبا كيهربوا. وهادو اللي كتمشي باش تشدهم بيديك كيهربوا. كيهربوا كيطيحوا في الشوك. كيسميهم حتى الفراشه. فراشه. واخا يعني لافونتاج ديالهم لافونتاج الحفاظه ما كيكونش سامع لبواه بزاف. اها ما كيكونش سامع، يعني عندك واحد البورسونتاج ديال الحفاظ. كتكون لاكارت ميموار ديالو يلاه بدات كت داكوغ شويه حافظه شي شويه. وهذا اول اول طير حفظتي؟ اول طير حفظت. جاو الطيور من بعد؟ جاو الطيور من بعد. شنو هي الطريقه اللي كنت كتحفظ بها سي نور الدين؟ الطريقه القديمه ولا الجديده؟ لا البدايه ديك في الحفاظه ديالك. البدايه ديال الطيور اللي حفظتيني. بدا الحفاظه هي البرميل. البرميل من بعد زيد؟ من بعد البرميل كاينين الصنادق. لا وكاين قبل الصنادق دزتي انت؟ لا دوزنا ديك الحفاظه الاولى كيجي من النص وداني النص. علاش كيفاش كانت الحفاظه؟ هذاك كنت كنتي كتجيب طيور كبار. اييه كيكون سامع من بواه بزاف. كتحطو في اي بلاصه؟ تحطو في اي بلاصه، يسمع طبيب، تسمع كل شيء، يبقى هذا العشوائي. لحد الان باقيين كيديروا كاع شي وحدين في الصبليون باقيين كيديروا هذا العشوائي. كيحط لك 10 طيور ولا 20 طير وكيبقى يحفظ فيهم. هذه عشوائيه. ديما الطير الا كانوا مجموعين واحد يخسر الهضره يتبعوه كاملين. كيفاش؟ واحد يعني فيه العيب، واحد يدير العيب يتبعوه كاملين. داكوغ. ومقنين الضد، ديما هي الضد، داكشي اللي سمعته هو اللي باغا تشدو. والميستو؟ الميستو اسهل حاجه. سهل الميستو. كيفاش سهل؟ على شنو هو خويا نور الدين؟ دابا ندخلوا شويه للتقنيات ديال التغيب. انت دابا كتقول لي كل واحد جاوب على هاد كل واحد له الراي ديالو. كيفاش علاش انت قلتي لي تقريبا الميستو اسهل من المقنين؟ الميستو سهل لان الميموار ديالو خاوي من نهارو. احيدو على مو. والميموار ديالو خاوي. وهاو معاك. هاو. ما تصعبش عليه الكلام. كيفاش اشرح لي شويه؟ ما تصعبش عليه، ما تشارجيش بزاف. يعني ما تكونش عامره؟ ما تكونش عامره بزاف. وما تعطيهش تيوات مختلفين. اها. ما يجيبش كلام. داكوغ. والله ما يجيب كلام. والكلام اللي كتحفظ بها سي خويا نور الدين. من هاد المرحلة، يعني هاد يعني المدة كاملة اللي دوزتيها. نور الدين واش بقى في نفس الستيل ولا تبدل لي الستيل ولا طول الكلام ديالو؟ أنا ديما فوليوم 2. ديما الفوليوم 2؟ ديما كما هو كما هو. إلا هاد العام درت مانولو. واخا علاش الفوليوم 2 ديما؟ كتعجبني. كتعجبك. وسهله. وسهله. وعلاش السلم كيفاش سهله؟ سهله هي. سهله في الطلوق باينين، الكلام باين، كل شيء باين. واخا وما كيجيكش شويه يعني الملل. فوالا ما كيجيكش نملها. ما نملهاش. لان الطير هو اللي كيعجب بها. فهمتي؟ راه كتعطيه فوليوم 2 كما هو كيعجب بها، هو يجيب كلام من هنا. كيجيبها بطريقته. يجيبها بطريقته. وعلاش سي مانولو؟ مانولو حيت كيتكلموا عليها بزاف. كيتكلموا عليها بزاف. كيتكلموا عليها بزاف. بغيت. حتى انا بغيت نوريهم مانولو ديالي. دابا هاد مانولو عطيني على شي فكره. انا عارف الفكره كيفاش جات مانولو. قول لي. كتعرف دريس؟ اوندريس. رحالي. اييه. كان كيجيب الطيور من اسبانيا كيبيعهم لينا في القهوه. اييه.
وكان كاتب على واحد الطير مانورو. اييه ياك حيت هو مسكين كينسى كان كيكتب الاثمنه مقلوبه. الاثمنه مقلوبه اييه باش ملي تسولو يهز على القفز بحال هكا وكان داير تيكيتا وكاتب على واحد الطير مانورو. وكان باع الطير الامين. امين جنان اكزاكت. هذه هي القصه. صافي هذه هي القصه. اييه وبدات مانولو من الطير ديال مانولو الطير ديال مانولو الحفاظه ديال مانولو. دابا انت بالنسبه لي حيت اليوم ما كيخدموش بنفس الكلام كل عام كيبدلوا. ولكن دابا هاد القصه هاد الكلام ديال مانولو داز عليه واحد دازوا عليه واحد دي غيمور داز عليه واحد داز عليه واحد شويه الكلام يعني شويه الهضره داز واحد المده في الفيسبوك. انا بالنسبه لي بحكم امين اخويا والصديق ديالي حتى انا عارف هاد القصه هي اللي كاينه مانولو جات من اونديس اونديس الامين جنان. ولكن داس على واحد ولينا كنسمعوا ان مانولو ديال فلان وديال فلان وديال فلان. لا لا ما كاينش هادشي الهضره الطيور اللي حافظوا على هذاك الطير ديال مانولو. داكور واخا داك الطيور اللي حافظوا واخا يقولوا دابا اي طير كيتكلم بهذاك الكلام كيقولوا مانولو. وشنو هو الفرق يعني بالنسبه لك انت علاش دسي مانولو؟ واش تحدي تحدي خديتيها تحدي تحدي. اما انا باقي نحفظ فوليوم 2. شحال باش كتاخذ فوليوم 2 باش كتحفظ مانولو؟ هذه عامين. هذه عامين داك العام خدمتي داك العام جبت واحد الطير ميستو فيه كلام ديال مانولو. اييه عطاتك زعما باقي عندي دابا باقي عندي بورقبه عند واحد الرقبه هنا باينه. وحسيتي بالفرق؟ لا لا تقريبا بحال حيت فعلا انا كتبقى ديما لاباز هي فوليوم 2. فوليوم 2 اذا مانولو دابا هو التحدي ديال نور الدين. ان شاء الله كيدير التحدي دابا كتحدى امين دابا. لا امين مسكين ماشي مسكين هو اللي حفظو. امين كان عنده هذاك امين جنان دابا. لا 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 كيبقى امين امين مولو كبير تبارك الله تبارك الله عليه كيبقى كنضحكوا معاه. لا لا هو شوف نقول لك واحد القضيه امين هو هاني بسط معاه كيف بغيتي. راه ودربنا صاحبي ما ودبكم حقا ودربنا باطيش مباطي ما هو سعود هو بطيمة سعود. وانت شفت بطيمة؟ ثلاثة 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 في ثلاثة تعطيت سعود. سعود يعني. إذا كيفاش هذيك المرحلة اللي قلتي عشوائية ولا ما عرفت كيفاش قلتي لها البرامل من البرامل دزتي لها سميتو النتائج اللي أنت وصلتيها بهذيك المرحلة اللي من بعد البرامل قبل من هذه 40% 40% 40% ودابا بالبرامل ودابا دابا بإذن الله كتنوصل ل 70% 75 حتى 80. علاش شنو هو السر؟ لان الطير كيجي فياخش. ايوا كاين شنو هو السر ديالك؟ واش بدلتي الطريقه ديال الحفظ؟ بدلت درت الصنادق. الصنادق هادو الصنادق ما كيتسمعوش. انا غنفهم انت خويا عادي دابا. دابا خويا عادي كتسمع شي حاجه؟ لا ما كنسمعش. ما كتسمعش؟ لا ما كنسمعش. انت دوز لهنا؟ ها؟ لا تعاود سد جويبان. ها انت اسمع دابا ما غاتسمع والو ياك. ها انت اسمع دابا دابا سمعتي هاك. هذه هي الطريقه الاخيره دابا. هاد الطريقه الطير ملي كتسد عليه ما كيبقى يسمع والو لا على برا على برا ما غيبقى يسمع والو. ما كاين لا طبيبات لا جوج اي حاجه ما يسمعهاش. واخا واش كاين عندك صناديق بزاف كلهم عمري ما شاء الله الله يسخر لك. ولكن بغيت نسولك واحد السؤال. اذا نفس كاسره كدور نفس كاسيتا كدور نقدر نشوف نسمع؟ ها نقدر تحل صندوق اخر؟ لا ماشي هذيك شي وحده اخرى. هذا ميسو. ميسو داكو. وملي كيكون كيفاش غطو ما يتسمعوش بعضياتهم حيت لا ما يسمعش هو ما يسمعش على برا ما يسمعش على برا نهائيا هادو ما يسمعوش. ولكن الاكسجين لا انا نفهمك قضيه الاكسجين الا بغيتي انا ما ديش عليا انا سمع سمع. انا حيت انا هذا السؤال كيطرح عليا انا سو كونتر في هذه القضيه هذه. ولكن انت حقك هذا هذا السؤال الاكسجين. لا هذا السؤال كيطرح عليا بزاف. غنقول لك واحد القضيه غنفهمها. ما ديرش ذاك العود اللي بلاستيفي
فيه الميكا ستي ما ديرش ذاك العود اللي فيه الميكا بحال هكا على برا هذا اللي على برا ما ديروش هو اللي لداخل علاش باش يتعرق الطير داكور وما كيتنفس هذا كيخليه يتنفس وديما دير بحال هكا شوف غدير شبر بلاتي 40 سم هنايا غدير 35 سنتيم 35 سنتيم بعيده من هنا ومن هنا وهنايا كدير 35 الغرق ديالها الغرق ديالها شوف القفز كيفاش كيدخل كيدخل ومزير ما والو شوف تبارك الله بعدا واحد القضيه لاحظتها لا كوكوتي عندك لا انا مهلي فيهم الا ما طلعتيش فيهم غدا يوم القيامه حاسبني الله هنا داكور وهاد السناد قشيتيه وبك السي نور الدين لا هادو نقلتهم من عند واحد الصديق كيفاش كيصوبهم وجدت العبار ديالهم بعد ما عندي ما نسى قلتي نقلتهم نقلتهم يعني ما كتحسبش العمل ديالك هذاك العمل ديالو نقلتهم وعطاني العبار وداك شكون الصديق ممكن نعرف سميتو العمراني الله ودي نقلتهم من عنده شفتو كيفاش كيصوبهم هو انا قلت ليه صوبهم ليا وقال لي غنتعطل عليك بزاف وكان ديك الساعه شهر تبارك الله خدمته زوينه تبارك الله كنشوفها في فيسبوك ديتي خدمته نقيه حتى في القفوزه هو معلم تبارك الله هو طوب نيميرو 1 في القفوزه هو العمراني ما نكذبوش وكان واحد السيد الله يذكره بخير ولد تملي القفوزه سميتو هذاك شكون عندي قفز ديالو جبدو الله عرفتي عقلتي عليه عقلت انا نسيت ليه سميتو ولد حمو ولد حمو والله حتى جبدتو من الخابيه بلاتي جبد لك القفز ديالو باقي ما عادش باقي عايش مسكين ولا باقي عايش والله يذكره بخير شي هذا القفز ديال ولد حمو تبارك هذا عنده 23 عام تبارك والله الا عنده 23 عام بالله هذا في 2000 ديال ولد حمو ديال ولد حمو هذا 2000 في 2000 هذا 23 عام في العمر ديالو تبارك الله اذا ناسي كاين واحد سيتا والله يذكره بخير ما كنعرف كيف قصر كبير سميتو نور الدين تا هي كنشوفو كيكون في لي كونكور حريفي تبارك الله صلى الله عليه عندك شي سلعتو هاي عندي سلعتو هاي سلعتو هادي السلعه ديالو هذا الخدمه ديالو تبارك الله تا هو عنده الخدمه نقيه هذا مالاكا هذا هو القفز مالاكا هاكوك شتي القفز مالاكا هو هذاك واش واش حنا نخليهم خاويين لا ما كنبغيش انا ندير فيهم الطيور انا كنبغي نديرهم ديكور انا كندير القفوزه قفوزه ديال بلاستيك وهادو ديكور هادو عاد ديكور هادو كيفكروني بها واخا سي سي نور الدين نرجعوا للطريقه ديال الحفاظه ديالك الله يرحم الوالدين زين دابا عندك هنايا عندك مقانين وعندك مساسه واخا خويا نور الدين دابا نتايا دابا نتايا غير كتجيب الطير مقنين ميستو كتجيبو من القيعة ولا من عند واحد عش ولا ميستو باق دخل الصندوق لا لا ما يمكنش هادي ماشي طريقة كيفاش؟ اش خصك امتى خصو يدخل لهاد الصندوق هذا؟ اسمع انا كان عندي واحد القفز كبير فيه 90 سنتيم فيه 8 الوكالات 8 الشرابات ديما انا ما كنجيبش واحد ولا جوج كنجيب اربعة ديال اش مقانين؟ اربعة المقانين اها أربعة القانون شوك شوك صغار صغار ماشي شنو صغار صغار كما قلنا الفراشه الفراشه لا ابر فراشه ابر فراشه الا غتجيب هادو كتجيبو من الغنجو ديالو كحل باقي كحل علاش كحل السبوريه ديالو اش كتعيب كنت هو صغير داكور صغير يكون الميموار ديالو خاوي ما فيه لا كلام لا والو كتجيبو كديرهم في هذاك القفز كبير انا عندي ماتر شونتور الا ما عندكش بلا ما تخدم فهمتيني الا ما عندكش متر شونتور وغتجيب هذوك الطيور بلا ما تخدم واخا سي نور الدين تسمح لي زين ونبغيك تاخذها مني تاخذها مني ما تاخذهاش مني قلت الصور نعم سي نصحح لك واحد الكلمه و... قلتها في 2002 وكان ديما كنقولها مرحبا كنقولوا ما تقلقش مني كنقولوا لو ميتر دو شون ماشي لو ميتر شونتور دابا ما ماشي مشكل عندك ميتر لو شون ميتر دو شون ميتر دو شون علاش؟ لان لو ميتر شونتور الا قلت لك ماذا تعني ميتر شونتور لا علاقه لها مع الطيور لو ميتر شونتور هو الشخص الذي يبتز الانسان هو الشخص الذي كيدير لو شونتاج بحالاش غنجي وغندير لك شي تصويره ديك ماشي هي كنقول لك اعطيني فلوس ونلوحت صويرتك مزيان ولا نقول لمرتك ولا نقول ابتزاز ابتزاز اما هو كيتسمى لو ميتر دو شون لان هذيك كتقال بك وتقدر تقلب بحث في صافي لا هذه مزيانه زدتها لي وما تقلقش مني لا علاش تقلق مني وهي لو ميتر دو شون كتكتب لو ميتر تيغي دونيو
شونتور ما يمكنش ما عندناش حق تقسموها باش نترجموها ما عندناش حق نقسموها الا كتعطي كلمه واحده الا قسمناها كتولي هذا استاذ هنا فين وقع الغلط استاذ المغني اذا هي لو ميتر دو شون والناس ديال الفلاوطه وديال المالينوا البلجيكيين ولا الناس المثقفين ديال هادي ما كيقولوش لو ميتر شونتور كيقولك جي ان ميتر دو شون ميتر دو شون واسمح لي كمل مزيان هذا باش تكون مهم هذا كتحطو ميتر دو شون يكون تما حداهم والضيوف ملي كيكونوا في القفز كبير كيكونوا في قفز كبير هذه طريقتك السي نوبي هذه طريقتي نعم كنجيبهم كنديرهم في قفز كبير هذا اللي ديال 90 ياك كنعطيهم بيريلا ياك الزريعه اللي كناكلوا الهرسه الزوان شويه ديال الميلونج الميلونج كتشتوا لهم في الارض في الارض في المعيفات كتعطي لهم والشرابات بزاف نعم باش ما دار يلقى الماء عادي روبيني الماء عادي روبيني ماشي كتعطي سيدي علي اسمع وين شربتو تانا قلت لك وكتحطهم ديك الساعه كي في الدار ولا هنا لا كتحطهم في الدار زين كنحطهم في الدار باش نقابلهم باش الا لقيت شي واحد عيان ولا شي حاجه نديباني والماء ديما فيه الخل ديال التفاح داكور لا عرفتو الماء ديال الخل مو معروف هذاك الماء ديما كنعطيه باش كينقي ليه لي زانتيستير هادو المصارم ديالو المسائل ينقي ليه المصارم ديالو وداك الشيء اون فوا كيتوقدوا يبداو ياكلوا ويشربوا ويعرف الماكله وداك الشيء داك الشيء كنبدا عليهم العمان العمان هادو بالنسبه للمقانن ياك المقانن المقانن معاهم مساتة صغار لا ما نديرش معاهم مساتة ندير معاهم علاش لا 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 ميستو الى اي حاجه سمعت تويتويته ماشي هي هذيك يشدها داك العصر واخا دونك هنا كتبقى عليهم بالماء العمان شحال ديال الوقت العمان ديال الشمس العمان شي 10 ايام ولا 15 يوم اييه يدخلوا الصندوق يدخلوا الصندوق التعامل ديال المساته بحال بحال لا شنو هو التعامل ديال المساته غير كيتفطم دخلوا الصندوق عاد تفطموا دخلوا الصندوق ما خصو لا شميشه مسكين ما خصو لا ملي كتفطموا ملي غيتفطم راه ديك الساعه ديك الوقت راه كيكون الشمس وكتعوم ديما الطويرات خصهم يعوموا يعوموا واخا يكون الشمس واخا عندي لك سؤال نو الدين عنده شي اختيار في المقانن في المساته ولا كيجيب يعني الاختيار ديالك كتشري او بيف كتشري هكاك وكتجي ولا كتختار عندك واحد المعيار اسمع انا ديما كنشري ولاد البلديه هادو في مساته مساته ديما ولاد البلديه وكيقولوا ولا تيمباندو ولا انا ما حيت البلديه كتعني بها الكانال العادي كانال العادي انا درت ديال تيمباندو ما صدقوش ليا درت ديال الخصبي ما صدقوش ليا بزاف ديال المالينوا ما صدقوش ليا كيجيب لارتيستي معاك في البلديه كيكونوا زوينين وبالنسبه للمقانن عندك شي رؤيه ولا ما عندكش كره ها دكار علاش بطب دكاله احترام دكار رب لا علاش اخويا نوض شوف وبلاتي نقول لك وما دابا القصر اسمح لي شوف انا بغينا نعمل مال القصر مال عندي الدراري صحابي في القصر ياك كيقولوا لي جيب لي الطيور من دكاله صافي مال انا دكاله نقول لك علاش سيتي مغاس مزيانه حيت باقي فيها الراسه باقي فيها الراسه هي داكور باقي فيها الراسه وما كتوصلهاش للباساجيه بزاف علاش حيت الباساجيه ملي كتكون ملي كتضرب شهر واحد جوج ثلاثه كترجع في حالها ياك كترجع في حالها شكون اللي كيبقى في الباساجيه في البلاد شكون اللي كيبقى شكون انت انا كيبقى الضعيف والمريض داكور ما كيقدرش يسافر ما كيقدرش يسافر ملي كيصح ملي كيصح كيطنطن كيتكوبل مع نتوالي البلاد وكتمشي كيكونوا ولادها جينيتيك يخسر كيكونوا ولادها عيانين تعوانيه كنقول لها واخا خويا نور الدين انت درناهم في الصنادق الصنادق مسدودين ما كتسمعوش انت الوقت الخدمه امتى نور الدين غادي يتبع هذا الشيء ديالو امتى غيسمع الطيب جغط امتى غيعرف كيفاش يخدم معاهم في المراحل ديالهم امتى غيجبد الطير امتى غادي يعرف واش هذا غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان يعني بغيت طريقه باش كتعاملوا مع الطيور ديالك باش حتى الاخوان الجداد ماشي مشكل انا مع الحكم ديال العمل ديالي انا كنسد نهار الجمعه ليبر نهار الجمعه اللي كنسد هو اللي كنكون مرتاح كندوز الصباح مع وليداتي العشيه كنجي عندهم كنطوي لهم عطيهم كنهز الطير كنخرجو للزنقه كندير الشميشه الجريده ونتسنط عليه واخا كيفاش كتختارها انت
ها انت دابا الطوكاع مسدودي واش كدير غير لا انت شو انا ملي كنبدا نخرج هذا هو الاول دابا عندك واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه دابا تقدر تقول لي اشنو كاين اشنو كاين نقول لك هذا الطير هذا هذا المقنين هذا لا هذا المقنين واحد بس اسمع لي هذا المقنين هذا جبتو من وزان انا باقي عاقل عليه والتاريخ ديالو عندي التاريخ ديالو عندي هذا جبتو من وزان عاقل وهذا ديال دكانه وهذا دكانه وهذا دكانه هادو ثلاثه دكانه هذا وزان هادو المساته داكوغ هذا شريته من القريعه ما عرفتش الاصل ديالو داكوغ واش كدير كتكتب هادشي ولا غير كتعقل لا كنعقل عليهم اذا انت ملي غادي تبغي تجي غادي تقول غنبدا بهذاك دابا انا بادي بهذا وهذا ولكن الفلاش ديالهم ما دخلوش قد قد اخويا يقدر واحد يكون لا ولكن الى انا قلت لك واحد القضيه هما عندي جوج خوت اسمع جوج خوت ياك جبتهم في دقه واحده شوف هذا كي باقي صافي صافي دخلنا لشهر 12 وباقي شوف هذا كي باقي بيض واش انا نوريك خو والله الا خو هذا شوف خو سبحان الله شوف الدم دابا الدم دونك هاد الحاله الاستثنائيه في نظرك انا تعجبت فيها هذا باقي بيض وهذا حمر واش ما واش المرضي واش المرض هذا ولا وهذا صيدهم واحد هما وباهم وشريتهم عليه ولكن في نظرك واش حاله استثنائيه الحاله استثنائيه واش مرض ولا استثنائيه دونك هذا يتعطل لك بزاف ماشي مشكل عندي انا قد ما تعطل مزيان دونك كتبدا انت بهذه الطريقه اللي قلتي لي نفضوه هزيتي هذاك سمعتي فيه العيوب سمعت فيه العيب مقنين هذاك الفوقاني ميستو مثلا تحيدو نخليه نعاود الكره ديال الحولي نعاودها فهمتيني نخليهم حتى شهر واحد ضربات كديك ديال الحولي صافي عندك الحنش نخليهم حتى شهر زوج كداك شهر زوج اللي كيقول العيب اللي كاش الله يرحمه ماشي الله يرحمه زعما كيمشي مشى حيت عندي اصدقاء ديالي كيقولوا جبنا طيور وخا فيهم العيوب بيعهم لينا واخا واللي مزيان انا احتفظ به ليا واخا ملي كيكونوا يوصلوا ان حسيتي بهذا ولا هذا ولا هذا مزيانين وحيدتي كلشي الطريقه ديالك في الكلام واش كتكمل معاهم الكلام كتزيد لهم الكلام لا بس الكلام كنولي نحل عليه يومين ما نعطيهش الكلام وثلاث ايام نعطيه الكلام علاش هاد القضيه؟ كنبدا طريقتك كنذكره وكتخلي يجيب لك شي عنده اين فوا كنبدا نخدم عليه الكلام كيبدا يتكلم هو ملي كتنقص ملي كتحيد عليه الكلام اين فوا عاد كيسمع داك التبتبت كيتم عاد تسمع الكلام كيتم غادي معاه واخا نودي خويا نعم خويا ولكن دفيس باقي فيك الا مشيتي لشي بلاصه وسمعتي شي طير وعطاك الباع نعاود لك عاود لي واحد النهار انا النهار ديالي داخل في جامع الفنا والبنيات ديالي هادي بحال هكا كانت انا بحال هكا وانا نسمع واحد الطير وداني مراكشي مراكشي وانا نوقف وقفت وهما ما شافونيش وقفت ومشى بقيت نتصنت عجبني هذاك الطير وداني تبارك الله واحد الساعه والتليفون ديالي كيسرسر فينك قلت لهم انايا اش نقول لهم قلت لهم انا تلفت عليكم اللور ورجعت عاد رجعوا عندي عاد مشيت معاهم سطاني ولا بين مشيتي وسمعتي واحد الكوبيه في طنجه ولا في قصر وانت عندك تبارك الله نوقف نشري ولا تشري نشري والله تنشري يعجبني عندك اصاحبي والله تنشري شوف مرة ديال الاولاع وعندك اصاحبي عندك سته ولا واخا ما يكونش نفس الكلام ديالي نشري الا عجبني والله تنشري خويا نودي نعم خويا انا كنشوفك في الكونكور ديما طالع في البوديوم مرحبا كما قلت لك قبيله ما طلعتيش البوديوم كيبقى فيك الحال وكيبان لي هنا تبارك الله جوائز عندي كوبات عندك جوائز عندك دي ديبلوم هاد الكوب ديال اش هذا ديال الدار البيضاء ديال الدار البيضاء ميستو ميستو هذاك ميستو حتى هو هذا مقنين هذاك ميستو هادو تبارك الله مقنن
هادو كلهم بالطيو ديالك. هذا ديال الجديده تبارك الله، ربحتو جديد. هذاك قصر كبير، هذا تا هو قصر كبير، حي عليهم لوكوس. لا سبحان الله العظيم، قصر كبير ديما كان. هذا ديال الجديده تا هو ديما كان قصر كبير، ديما كدي لهم. لا كتكى عليهم. هذاك هذاك تا هو ديال كازابلانكا. اييه هذا ديال عين الشوق. اييه بزاف. وهادو انا شرحنا عليه جديده. واش كتبين لي الهاليات وكبليت انا هذا ضوب المطر. المطر وي وي مطر طوموبيلات وبرصاوي. برصاوي برصاوي بحالي. يا شتي يا برصا ديما ديما شوف بالغا ديال البرصا. شتي. اذا خويا نور الدين، هادشي كلشي جوائز تبارك الله عليك، وداكشي عندك. هادو هادو الطيور كيعجبوني. كنديرهم كويدرات وكنخليهم تما. الجلسه الجلسه تبارك الله عندك. هذا التوني كنا كنمشيو به. اييه موقعين شتيه. اييه كنا كنمشيو هذه كاسكيطه اللي كنكونوا تما. وهذا لو ليو هذا، هذا المكان هو اللي ولا عليك. هذا البيت. دابا انت الا توضيتي الناس وتوضيتي للدار والمواليع غيقنيو عليك يجيو عندك هنا. هذا البيت هذا راه خارج على الدار، ما كاينش في الدار ديالي وما كاينش في الدار ديال الوالده. تبارك الله. برا على الدار. تبارك الله. مزيان لكم مزيان. اذا خويا نور الدين هذا مويستو ديال هذا العام راه حفظ ان شاء الله. نشوفوه راه حفظ غير هو باقي. شنو هادشي؟ هذا الدجاج الماكازاكي. اش هو؟ ناكازاكي. ناكازاكي منين هذا؟ منين؟ ديال الجابون. الشينوا ولا الجابون؟ ومالو صغيور هكا صح؟ لا صغيور بزاف. شوف بلي بكلشي. شوف هذا الميسو ديال هذا العام. تبارك الله الله يسخرك. داوي. لا داوي غير هو باقي كيخاف. خويا نور الدين عندي لك واحد السؤال نساليو. غنسولك واحد السؤال غتكون فيه. شوف هو ديما كنعطيه سير الحمد لله كلشي كلشي خوتنا سير. خويا نور الدين دابا انت هو غادي غادي يكلفوك تكون كابيتان ديال واحد الفريق، واحد الفريق ديال المواليغ غادي يلعبوا ضد طنجه ولا ضد تطوان ولا ضد القصر الكبير ولا حتى ضد الصوليمون مواليغ. وغادي تكون الفريق بالناس ديال كازا بارتو في كازا. بغيت تعطيني هذا الفريق ديالك مكون من سبعه الناس باش نعطيك شويه ديال المساحه. بعدا البدايه شكون؟ البدايه ديال 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 اعطيني هو الاستاذ عبد الحق. واحد يوسف. شكون يوسف؟ حجيوي. حجيوي عجوش. اشرف. شكون اشرف؟ ولد الحي الحسني. قلداني هذاك لو جون. ما كنعرفش الكنيه لو جون. هذاك الفيتنامي كيشبه الفيتناميين. الحاج عبد الجليل. الحاج عبد الجليل. عبد الجليل الحيه. اييه اييه اللي دوز التحكيم هذا العام. اييه الله يسخره. انا كنت متضاربين كامله ماشي زعما بالضبط مدرسه وحده. سير الله. ها ثلاثه دابا. ها ثلاثه دابا. ثلاثه. عادل واحد الدري عادل راه عنده واحد الميستو ما شاء الله. مرحبا. واش كتختارهم بالمستوى ديالهم ولا بالطيور ديالهم؟ لا بالمستوى ديالهم. زيد يلاه زيد عادل بقاو ثلاثة دغيا. داودي محمد. زيد شحال هذا ما شفتو مسكين الله يذكره بخير. حاج سميتو الجليج عبد العالي. الجليج زيد مرحبا صديق هذاك. زيد خمسة. عمر لاسيرونس. مرحبا. عنده طيور عنده طيور. زيد عنده طيور. ايمن. ايمن ايمن واحد لو جون. وي اللي قلتي لي بجيت الحي الولفه. الولفه ايمن. الله تبارك الله صلاه. زيد عنده ميم. سته. اش باقي لي واحد؟ واحد صافي. مصطفى العليم. مصطفى العليم. انا كنسالي على سميتو. المهم مصطفى العالم وعرف راسو. اذا انت وصلتي سبعه. مع احتراماتنا للجميع المواليع. هذا اختيار. اختيار. سؤال كما كيقولوا اختيار. باقي سؤال واحد. ما هو اخويا؟ هذا الميسو اللي وريتيني. او واحد طيف هاد الطيور اللي خرجوا. خرج كيغني تبارك الله بخير وعلى خير. ياك؟ شكون اللي تخضر في الحكام؟ تقدموا ليه قدامه قول ليه سمع ليه الطويه او مولوع ماشي يكون حاكم. كنعترف به لحد الان. دابا شكون هو؟ هو يوسف حجيوي احسن اربيتر كاع في كاين في المغرب الحمد لله. وقديم وقديم ومولوع. شوف
مع احتراماتي مع احتراماتنا لكل الحكام ولا كل الموالي كل واحد عنده المستوى، كنت انت هذا رايك والحمد لله جاوبتي من قلبك. واش نكذب خويا نور الدين، شكرا على هذه الاستضافه وبارك الله فيك، وشكرا على حسن الضيافه، شكرا بزاف. ما درتي والو. لا بالعكس والله، الا شوف ملي عطيتينا هذه الفرصه وجينا شفنا لك الولاده ديالك وبينتيها الناس، هذا هو الربح اخويا وبارك الله فيك. الله يحفظكم. كلمه اخيره للناس المواليع ولا تبارك الله عليكم. انا كنبغي كل شيء وما كنكره حتى شي واحد، فهمتيني؟ انا ما كنكره حتى شي واحد. بارك الله فيك. والحمد لله رب العالمين، انا كيحبوني الناس بزاف لدرجه حتى هما في تيك توك، شفتيهم في تيك توك اييه كل شيء كيبغيني. الحمد لله. الحمد لله. شفت هذوك اللي بعد الفيديو. الحمد لله. خويا نور الدين بارك الله فيك مره اخرى وشكرا بزاف. تبارك الله عليك. والله يجعل هذه الحلقه تكون خفيفه عند الله يبارك جميع الموالي. الله يحفظك. بارك الله فيك اخويا، شكرا. الله يحفظك. تبارك الله عليك.